السلام عليكم. يعطيكم العافية يا رب. هلا الشيخ. اليوم تلاقي شيخ. هلا بيض الله. بيض الله وجهك. والله يعطيك العافية. وجعل من جابك في الجنة ولا يهون الجميع اللي شاركوا. يا هلا وسهلا. الله يعطيك العافية. هلا وسهلا. هلا ومرحبا. بيض الله وجيكم. والله يعطيكم العافية. وما قصرتوا تستريحون. مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في فقرة وش علمك، هذه الفقرة اليومية مثل ما شفتوا في الأيام السابقة. كل يوم نستضيف متسابقين معنا نسولف أنا وياهم ندردش أنا وياهم حول مشاركتهم في البرنامج. في البداية أقول ألف 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 مبروك لكل المقبولين في البرنامج. 25 موهبة، 25 شخص راح يتواجدون ويتنافسون على المراكز الخاصة في البرنامج وعلى نجم الجمهور. ونقول لكل الشباب اللي خرجوا فالكم التوفيق إن شاء الله، وليست نهاية المشوار. في الأيام القليلة القادمة بيلحقونكم أخوياكم إن شاء الله.